شجعت حسين. بس لا تبدي أجار سيارة خدامة أقصاد نت مكياج ملابس ألعابك مصروفك مكياجي عدساتي رموشي ماكلة ملابس ألعاب طلعات. لا تبدي لازم نسوي مشروع نطلع منه فلوس. يلا فكري معي. لقيتها. شنو؟ مو عندش ملابس وايد؟ إيه. خل نبيعهم. مشروعك فاشل. شوفي واحد ثاني. لقيتها. شنو؟ مو صح عندك مكياج وايد؟ إيه. خل نبيعه. شنو؟ أبيع مكياجي؟ أبيع كليتي ولا أبيع مكياجي؟ سمعتي ولا لا؟ فكري مشروع ثاني. أي. لقيتها. قولي. مو صح أنتي تعرفين تطبخين؟ إيه. هنبطل أكاونت. ونحط صور طباخك ورقمك. إيه. واللي يبي يطلب منك. برافو عليك فديت مخك عشان تعرفين ذكاء بنتك. نور. الله ماما. يلا ذوقي قبل أوديه حق الزبونة. ايش رايك؟ واو إلو اعتبت. نور شفيت؟ ما في شيء إلو اعتبت. إذن دوقي الثاني. إيش رايك؟ مالح. نور والله لا أعلمك شفيت؟ دوقي هذا. يا ماما صجج؟ نور أنت ما تعرفين بالطباخ. صخر. نور الطلبية الحين بتروح حق الزبونة. ليش تسوون فيني كذي يا نور؟ ليش تقولين علي كلمة حلو؟ والله لعلمك. ماما صدقك بتودينا حق زباينك طلبك؟ نور والله لعلمك كيفهم يبونه يبونه ما يبونه ما راح ارده وراح اخذ فلوسهم. اللي بالانستغرام احسن مني. لا حبيبتي ياخذونه وياكلونه وغصب عليهم. سمعتي ولا لا؟ راح تكون عليك. مالك شغل. الو حبيبي احترمي نفسك. اقول والله لا اعلمك. انسي ما راح ارد فلوسك. روح اشتكي حبيبتي انا اعلمك. عليك انت وعلى وجهك. ما حد قالش تطلبين مني. يلا انقلعي باي. قلت لك طباختك راح يفشلك. مو هذه فكرتك؟ مو هذا كلامك؟ قلتي لي سوي طباختك؟ راح نسوي مشروع جديد. تابعونا بمشروع جديد ولا تنسون اللايك وسبسكرايب كومنت. باي.